يحتفي القطاع الصحي كغيره من القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم، فكيف يحتفي مستشفى العين بهذه المناسبة الغالية؟ أرحب بدكتور غانم الحساني، نائب المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مستشفى العين. يا أهلا وسهلا فيك. مرحبا، حياكم الله. الله يحييك، شحالك؟ عساك بخير. الله يطول عماركم. بداية حابين نعرف شو يعني لك يوم العلم من قيم؟ طبعا اكيد يعني يوم العلم من الايام المهمه اللي تحتفيها دوله الامارات العربيه المتحده. هو يوم اكيد نستحضر فيه رؤيه ابائنا المؤسسين، رؤيه قيادتنا الحكيمه، اكيد جميع الجهودات والتضحيات اللي قدمها ابناء والمقيمين على هذا الارض، هذا الوطن. نعم. طبعا هي مرحله مهمه. طبعا نحن هو العلم اليوم رمز لهذه الدولة، رمز صحيح. لهذا الوطن. صحيح. دولة الإمارات العربية المتحدة التي خلال 49 عاماً الماضية أبحرت في مراحل التطوير والتقدم على جميع الأصعدة. نعم. سواء كانت البشرية أو كانت البنية التحتية أو غيرها من القطاعات المهمة، وطبعا كذلك القطاع الصحي كان له دور بارز، وكان نعم. له دور طبعا أولوية لدى القيادة الرشيدة، وكان نعم. هناك تطوير كبير في هذا القطاع. فطبعا نحن نستحضر هذا اليوم، طبعا نستحضر جميع ما قدمه الأبناء للوطن هذا من إنجازات وكذلك من تضحيات مهمة على جميع الأصعدة. طبعا اليوم نحن نشوف اليوم من عيالنا الأبناء هذا الوطن. نعم. أو اللي حتى يعني ولدوا على أرض هذه الدولة، طبعا اللي هم قدموا من إنجازات علمية، من قدموا من إنجازات حضارية. اليوم نحن نفتخر أن من مصاف الدول التي دائما تسعى القيادة دائما أنها تكون الدولة رقم واحد. صحيح. فطبعا شفنا كذلك في المرحلة الأخيرة مثلا هزاع المنصوري. نعم، هزاع نعم. المنصوري اللي كان يعني أول رائد فضائي مواطن مع أخو سلطان النيادي. نعم. فطبعا اليوم الإنجازات هاي طبعا تتوالى وتستمر بجهود وتوجيهات من القيادة الرشيدة، وكذلك من مجهود نحن اليوم أبنائنا. يعني اليوم نتوجه كذلك لهم، يعني سواء كانوا اللي هم سفراء الدولة، اللي هم اليوم مغتربين للسعي لطلب العلم، للدراسة في مختلف المؤسسات العلمية على مستوى الدولة، كذلك نتوجه لهم بالشكر. يعني اليوم نحن نحييهم على جميع ما يبذلونه من جهود ولاستكمال المسيرة اللي بناها زايد الله يغفر له ويرحمه، واستمر على نهجها. طبعا اليوم حكام الإمارات وطبعا جميع المسؤولين في مختلف القطاعات. نعم. لاستكمال هذه المسيرة الرائدة التي طبعا اليوم نصعت بكثير من الإنجازات البشرية والإنجازات الثقافية والإنجازات الاقتصادية. نحن اليوم دولتنا الحمد لله دولة أمن ودولة أمان، دولة ازدهار. يعني ما يشعر فيها اليوم الوافد أو المقيم بأي فرق. نعم. نعم. بأي فرق بينه. طبعا هاي بلاد الجميع، مفتوحة للجميع اللي يكونون طبعا عنصر فاعل في هذا المجتمع. فطبعا نحن نستذكر جميع المجهودات هاي كلها، ونحن اليوم نستذكر من أول ما رفع العلم الأول في يوم التأسيس في 2 ديسمبر. ونحن اليوم أكيد جميع القطاعات يعني نحن نستذكر معاهم هاي الأشياء المهمة. نعم. والجميع الأمور اللي لازم دائما نحطها نصب عيننا. نعم. إن نفكر نحن اليوم كيف نأدي جزء مما قدمه الوطن لنا اليوم. صحيح. وكيف نحن اليوم نحاول نكون عضو أعضاء فاعلين في هذا المجتمع، نسعى للتطوير ونسعى للتحسين. نعم. ونسعى أن نحن نشارك اليوم مجتمعنا بجميع مجهوداتنا وقدراتنا الفكرية. نعم. بارك الله فيك دكتور غانم. مثل ما شفنا نحن عن رمزية العلم، ما شاء الله عندنا العلم وصل للفضاء. صحيح. شو صحيح. يعني لك هذا الشيء؟ طبعا اليوم مثل ما قلنا هو رمز مهم. هو اليوم العلم هو رمز للدولة. نعم. رمز اليوم لهذا الوطن، وطن الخير. نعم. فاليوم نحن اليوم يعني أبنائنا يعني يجتهدون ويشوفون أننا احنا وصلنا إلى مصاف الدول المتقدمة. نحن صحيح. اليوم حتى الحمد لله تخطيناهم في نعم. كثير من الإنجازات. نحن دولتنا الفتية اللي عمرها بعشرات السنين اليوم قامت أنها تنافس دول نعم. تؤسست من مئات السنين. صحيح. فاليوم الشوط اللي قطعته الدولة خلال السنوات الماضية أكيد يعني مثل ما قلنا يتوج بإنجازات مهمة. يعني نحن اليوم هي التحدي اليوم. نعم. نحن لازم نتحدى أنفسنا. نحن اليوم قيادتنا دائما تعلمنا أن نحن ما نقف عند شيء اسمه مستحيل. نعم. نحن اليوم نسعى أن دائما نقولنا لا مستحيل اليوم في أي شيء ممكن يوم نحققه. نحن نحاول في جميع القطاعات سواء كانت العلمية أو القطاعات الثقافية أو القطاعات الاقتصادية. نحن اليوم رغم المشكلات اليوم نشوف اليوم
المشاكل اللي ممكن تصير حول العالم من مشاكل اقتصادية، لكن الحمد لله دولتنا ثابتة مستمرة في عطائها. اليوم الدولة من أكثر الدول اليوم تقديما للمساعدات على مستوى العالم، اليوم من الناحية الاقتصادية، نحن اليوم من الناحية الاجتماعية، نحن حتى من نواحي المساعدات سواء كانت على الدولة أو خارج الدولة. فنحن اليوم نشوف أن هذا رمزيا، نحن اليوم نطمح إلى أعلى المستويات، أن ما عندنا اليوم حد، ليس هناك وجود للحدود اليوم، نحن اليوم لازم نكسر جميع الحدود، نسعى اليوم بتضافر الجهود، بتضافر الإمكانيات، بدعم القيادة الرشيدة، بمجهودات اليوم أبناء الوطن والمقيمين على أيضا هذا الوطن، نحن دائما نسعى للتطوير إلى أقصى الحدود بدون أي يعني وجود حواجز أو غيره. نعم، وتجسد هذا الشيء أن نحن وصلنا للفضاء ورفعنا علم دولة الإمارات. أكيد أكيد طبعا هذا مثل ما قلنا هي رمزية مهمة. صحيح. أن نحن اليوم نسعى ما نجعل كلمة المستحيل تكون موجودة في قاموسنا. جميل. بل نسعى دائما إلى ما هو أبعد من أي يعني طموح المؤسسات أو الدول العادية اللي تسعى إلى أشياء بسيطة مثلا، نحن لا، اليوم طموحاتنا أعلى من أي حاجة ممكن نحن نذكرها. دكتور غانم، كيف احتفل مستشفى العين بهذه المناسبة العظيمة؟ طبعا تماشيا مع توجيهات القيادة وكذلك مع ما يتم في ضمن جميع المؤسسات في الحكومية، تم الاحتفال اليوم صباحا ببدء مجموعة من الفعاليات التي شاركت فيها مجموعة من المؤسسات الحكومية وكذلك القطاع الخاص بمجموعة من الفعاليات. كان في طبعا مجموعة من الكرنفال، كان هناك حفلة كذلك عبارة عن رفع النشيد الوطني، وبعدها طبعا تم رفع العلم بالتوقيت اللي هو يكون مشترك بين مختلف المؤسسات. نعم. وطبعا الهدف كان هو توعية طبعا الناس بأهمية هذا اليوم. صحيح. سواء كانوا موظفين أو مراجعين، وطبعا وكذلك أن نزرع اليوم الشعور بالفرحة، لأن صحيح. هاي اليوم يوم فرحة. صحيح. هو يوم طبعا أن اليوم نحن نشعر فيه بالانتماء لهذا الوطن. نحن اليوم كان أعطينا وقت لموظفين أنهم يطلعون من الجو الروتين العمل اليومي وأنهم يشاركون بفاعلية في هذا اليوم، يكون يعني يستمتعون طبعا، يكونون حاسون أن اليوم هذا يوم مهم للجميع يعني. صحيح. ويشعرون يعني طبعا بدورهم في يعني المجهودات اللي قدموها خلال طول السنة هاي طبعا. فكان يعني يوم أكيد حافل بالفعاليات المهمة اللي يوم استمتع فيها سواء كان الموظفين أو المراجعين للمستشفى من مختلف الفئات العمرية. والمرضى، هل كانت في هناك مبادرة؟ أكيد. نعم. بهذا اليوم؟ نعم طبعا ضمن مجمع العيادات وكذلك طبعا عندنا في ساحة الاحتفالات طبعا هناك كان في دعوة، كان هناك في مجموعة من العارضين اللي قدموا مجموعة من الفعاليات سواء كانت التوعوية أو كذلك طبعا الاحتفالات أو العروض من بعض المدارس اللي تقدمت عروض طبعا إنشادية وكذلك طبعا بعض الفعاليات اللي طبعا اليوم مهمة للمجتمع أنهم يحسون بفاعلية هذا اليوم وأهمية هذا اليوم. جميل، بارك الله فيك. طيب دكتور، كلمنا عن خدمات مستشفى العين وعن الكادر الطبي، نبغى نعرف شو الأقسام والخدمات اللي موجودة في المستشفى. طبعا مستشفى العين هو جزء من منظومة شركة أبوظبي للخدمات الصحية، وهي اللي تعتبر المقدم الأول للخدمات الصحية في إمارة أبوظبي. ففي مدينة العين يعني مستشفى العين يقدم خدمات متنوعة، سواء كانت خدمات علاجية طبية أو خدمات علاجية طبية جراحية، في مجموعة من طبعا خدمات الأطفال، خدمات تقدم للنساء، الخدمات كذلك عن طريق العيادات الخارجية. نعم. أو خدمات المرضى المنومين في العنابر المختلفة. نعم. فطبعا نحن مستشفى مفتوح للمراجعين بمختلف فئاتهم العمرية وكذلك مختلف التأمينات الصحية. نعم. فنحن نسعى دائما أن تقديم الخدمات ذات جودة وعالية. نعم. طبعا وترضي اليوم المراجع. نحن اليوم صار عندنا اليوم القطاع الخدمات الصحية من أهم القطاعات اليوم اللي دائما يحتاجها المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن. نعم. فدائما الناس يعني يحتاجون اليوم يشوفون فاعلية وكذلك يشوفون خدمات على مستوى عالمي. اليوم صار في تنافسية عالية. نعم. في قطاع الخدمات الصحية، لأن اليوم نحن اليوم كثير من اليوم الشركات حتى العالمية اليوم صارت تقدم الخدمات الصحية في دولة الإمارات. نعم. سواء كانت في إمارة أبوظبي أو دبي، فاليوم صار واجب علينا أن نحن نسعى إلى رفع مستوى الخدمات ورفع الكفاءة. أكيد رفع الكفاءة. نعم. الفاعلية. طبعا عندنا اليوم الكوادر الطبية من مستوى العالم يعني متواجدة في مختلف القطاعات، نسعى دائما جذب الكوادر ذات كفاءة قادرة على تقديم ما هو أفضل اليوم للمراجع. وطبعا وكذلك نسعى دائما أن نكون
نعم تعد عن الأشياء الروتينية، بالعكس إلى تقديم خدمات متطورة. نعم. يعني سواء ذات يعني بناء على ما يستوجبه مثلا التطور في قطاع الأجهزة الطبية أو غيرها. جميل. فطبعا دائما نحن نحاول أن نواكب جميع هذه التطورات. جميل. طيب دكتور غانم، كيف تفسر قيم المحبة والتسامح والعطاء اللي هذه القيم اللي متجسدة بيوم العلم في مستشفى العين؟ طيب اكيد يعني الحين اليوم نحن اليوم نتكلم عن عام التسامح طبعا. نعم. وتجي نهايه المناسبات الوطنيه المهمه، فنشر بيئة اليوم ان التقبل للاخر. نعم. اليوم نحن اليوم في القطاع، خصوصا في قطاع الخدمات الصحيه، نحن نشوف اليوم شريحه كبيره من المراجعين. نعم. بمختلف اليوم توجهاتهم، كانت الثقافيه. صحيح. او توجهاتهم اليوم الدينيه، او حتى اليوم جنسياتهم المختلفه. نعم. فاليوم من المهم جدا اليوم الطبيب او حتى مقدم الخدمه الصحيه هاي ان اليوم ما ينظر الى الخلفيات المختلفه، بالعكس انه يحس اليوم المراجع له الحق في الوصول الى الخدمة هاي، يفضل يقدم لأفضل الخدمات الممكنة بغض النظر عن الخلفية، سواء كانت ثقافية مختلفة أو حتى ديانية مختلفة أو غيرها. فنحن دائما نحس دائما أن اليوم نحس أن كفريق عمل واحد اليوم لازم نحس أن اليوم ملزمين أن نحن اليوم نقدم الخدمات هاي بناء على اليوم اللي هو موضوع الإنسانية. نحن اليوم نتكلم عن إنسان يحتاج إلى خدمة رعاية صحية معينة، محتاج إلى أن اليوم حد يشعر بالطمأنينة. صحيح. هو صحيح. اليوم يحس انه محتاج لشيء، ما يعني وعنده شعور بالقلق وما يحس انه في فرق. اكيد هو شعور بالقلق بانه شو اليوم اللي عندي، شو المشكله اللي عندي، فهو يبى اليوم جايينك الا محتاج انك تقدم له اليوم المعلومه، إيه تقدم له المعلومه. نعم. الصحيحه، تقدم له اليوم التوعيه الصحيحه، تقدم له اليوم النصح والارشاد، توفر له الخدمه المناسبه بغض النظر عن الامور هاي. فنحن جدا اليوم نحاول نسعى دائما في مختلف قطاعاتنا الصحيه ان اليوم ما نشعر اي انسان بالفرق عن الاخر، وانه جميعا مرحب فيهم لتلقى الخدمات العلاجيه. جميل. طيب نحن كلنا نعرف ان يوم العلم والاحتفاليه بهذا اليوم تقريبا صار لنا 6 سنوات. كيف نبى نعرف التطورات بالاحتفال في هذا اليوم بالنسبه لمستشفى العين؟ طيب طبعا بالتاكيد يعني خلال السنوات اللي طافت طبعا الفعاليات اختلفت. نعم. يعني يمكن هي بدات احتفاليات بسيطه، تطورت طبعا اليوم مع كثير من المشاركين. اليوم نحن كنا يمكن نسوي احتفاليه مقصوره على مستشفى العين فقط او شركه افضل الخدمات الصحيه، بس اليوم نحن عندنا شركاء مهمين في مختلف القطاعات. نعم. سواء كانت من قطاعات حكوميه او حتى اليوم مدارس، قامت اليوم المجموعه من الطلاب او الطالبات يسوون لنا اليوم مجموعه من الفعاليات، سواء كانت مثلا مجموعه من الاغاني، مجموعه مثلا من المسرحيات. جميل. المهمه. في عندنا اليوم عارضين، مجموعه من العارضين يسوون من المختلف بالتعاون مع منو في هذه؟ اكيد طبعا وزاره الداخليه. نعم. ومجلس ابو ظبي للتعليم، وزاره التربيه والتعليم. جميل. عندنا البلديات اليوم مهمه من مختلف القطاعات في وزاره الداخليه، الاسعاف والانقاذ غيرهم من المختلف القطاعات. جميل. حتى اليوم عندنا مشاركين يوم شخصيه مثلا في مجموعه من النساء اليوم تقدم بعض يعني اذا عندهم معروضات، سواء كانت مواد غذائيه او حتى اليوم مجموعه كذا، فهي تحس ان اليوم هو احتفال شعبي. الكل اليوم مشارك. ايه الكل نعم احتفال فرحان شعبي اليوم، يحسون الناس بتلاحم بين يعني اليوم الافراد المجتمع. على مختلف مؤسساتهم، فاكيد التطوير كان مستمر خلال السنوات الماضيه. طيب شو هي الرساله اللي حاب يوجهها الدكتور غانم بالنسبه للعاملين في المستشفى في هذا اليوم؟ طبعا من المهم دائما نقول لاخواننا العاملين في مختلف القطاعات الصحيه وفي الادارات المختلفه ان نحن اليوم فريق عمل واحد، ان نحن اليوم فخورين فيكم، ان نحن اليوم جزء لا يتجزا منكم، نحاول ندعمكم، ان نوفر لكم كل الامكانيات اللي تساعدكم على اداء مهمتكم. اليوم نحن اليوم في هذه الايام اللي طبعا نحن اليوم يوم العلم وجاينا يوم الشهيد واليوم الوطني. صحيح. فهي مناسبات مهمه جدا تذكرنا بدورنا نحن والمسؤوليه اللي تقع على عاتقنا. نحن اليوم نبذل كل جهدنا اليوم لتقديم الخدمات المناسبه، وكذلك اليوم ان نطور من امكانياتنا الشخصيه ونصل الى الرقم واحد. نعم نعم. واليوم ان الدعم موجود من القياده العليا الى المؤسسات الحكوميه المختلفه. نعم. في دعم الموظف، وكذلك يعني مبلغ هو يعني في احتياجاته المختلفه سواء كانت تعليميه او مهارات معينه محتاجينها. فنحن اليوم تيم واحد نعمل لهدف واحد اللي هو مصلحه المجتمع. بارك الله فيك دكتور غانم. حابين انك تختتم الرساله، شو الرساله اللي انت حاب توجهها بمشاركتك الطبيه؟
طبعا الرساله المهمه هي اليوم ان نحن نقول ان في هذا اليوم المميز نتوجه بالتهنئه للقياده الرشيده، ونتوجه طبعا بالتهنئه لجموع المواطنين والمقيمين على ارض هذا الوطن. نعم. ونحثهم يعني على طبعا بذل المزيد من الجهد والاجتهاد لرفعه هذا الوطن. دكتور غانم، شكرا جزيلا على حضورك وعلى هذه الكلمات الجميله منك، وان شاء الله نستضيفك في الحلقات القادمه. حياتي اختي، شكرا. شكرا لك.